بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا وقبل اي حاجه، صعب انك تعامل لعيب كره القدم على اساس ان هو اله مطلوب منها ان هو يفكر في ال 90 دقيقه بس، ان انت لازم تكون بروفيشنال وبتفكر في المكسب. طب كسبنا تمام، استحوذنا على المركز الرابع وقدرنا ان احنا خلاص نحسم المركز الرابع، ايه بقى التارجت اللي احنا عملناه؟ هل هنلعب دوري ابطال السنه الجايه ولا هل هنعمل ايه؟ ولا هل واحنا رايحين الملعب بتاعنا في الاستانفورد بريدج جمهورنا بيوقف الحافله بتاعتنا علشان خاطر بيعترض على دوري السوبر الاوروبي، علشان خاطر ينزل بيتر تشيك ويهدي الجمهور علشان يسمحوا للحافله بتاعه تشيلسي تمر من وسط جمهور تشيلسي عشان خاطر اللعيبه تخش المباراه؟ طبيعي يا جماعه انك تتفرج على مباراه سيئه، مش سيئه لان تشيلسي سيء، لا، سيئه لان كل حاجه بتقول ان المشكله في التوقيت. انت بتتكلم في توقيت الكوكب كله مقلوب، حالين السوبر اوروبا هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ سمعنا اخبار في المباراه وهي شغاله ان تشيلسي هينسحب وان جمهور تشيلسي انتصر، وسمعنا اخبار في نهايه المباراه ان والله يا جماعه تشيلسي لسه بيشكك في المشروع، بس تشيلسي ما قدمش رسميا طلب بالانسحاب. اللي قدم طلب بالانسحاب مانشستر سيتي. تقول لي ايه علاقه السوبر ليج بعلاقه مباراه النهارده تشيلسي وبرايتون؟ هقول لك، ما انا كل الفكره اللي انا عايز اوصلها لك حوالين ان اللعيبه بيفكروا بره المباراه، واللعيبه بيفكروا بان حتى لو انتصرنا هنكسب ايه. مركز رابع، مركز رابع، مش هنلعب دوري ابطال ولا هنلعب دوري ابطال قدام ريال مدريد في ربع النهائي، ولا هل ايه اللي هيحصل؟ كل دي حاجات بيفكر فيها توماس توخيل، بيفكر فيها اللعيبه. صعب جدا في الوضع الحالي انك تعرف تخرج لعيبتك من التركيز اللي هم براه اساسا بره الملعب، وتقول لهم تعالى يا جماعه قدامنا مباراه مكونه من 90 دقيقه لازم نكسب فيها برايتون، وتنزل تلاقي برايتون بيلعب لك 3-1-4-2، اللي هو برايتون برضه بيلعب 3-5-2 علشان خاطر يقفل المساحات. معناها ان انت تلعب مباراه عقيمه جدا، معناها ان انت نص الفرصه لازم يتم استغلالها، ودي جات لكايا فيرتس في اول ثلث ساعه، كايا فيرتس ضيعها. طيب بالنسبه لحكيم زياش وكريستيان بولوسيتش، الاثنين اللي بيلعبوا تحت كايا فيرتس، مفيش مساحات. لعيبه برايتون مقفله الملعب. جراهام بوتر من المدربين اللي الناس كلها كانت بتتكلم الشهرين اللي فاتوا حوالينا، يا جماعه الراجل ده بيقدم اداء كويس، والراجل بيقدم كوره حلوه قوي مع برايتون، بس النتائج مش مساعده، فبنتمنى ان هو يقعد. وتشيلسي بقى القلب الحنون الفتره الاخيره. وستام عايز 3 نقط، خدهم. النهارده برايتون عايز نقطه، قشطه، ما عندناش مانع. ليه؟ لان الماتش الجاي بالنسبه لتشيلسي هيكون ويست هام. انت تكسب ويست هام يونايتد، توقع ويست هام، خلاص الموضوع بقى بالنسبه لك مركز رابع خلصان. بس برضه مركز رابع خلصان او مش خلصان ايه اللي هيفرق؟ نرجع نتكلم في المباراه. المباراه كانت مقفوله جدا، المباراه كانت مقفوله جدا جدا جدا. البدايه بكبه واستمرار كبه اريزا بجاله، فكره مميزه. انا بصراحه من الناس المعجبه بكبه. هتقول لي ميندي قاعد على الدكه، هقول لك ميندي هيلعب المباراه الجايه بتاعت ويست هام، واحتمال يلعب في دوري الابطال لو بقى في دوري ابطال. احنا نفسنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكره، فطبيعي ان اللعيبه يكونوا مذبذبين جوه الملعب. دي اللي انا بكلمك فيها اغلب الوقت في الفيديو علشان اثبت لك حاجه واحده بس، ان انت صعب انك تخرج اللعيبه اللي هم اساسا خارجين عن تركيزهم وترجع ترجعهم تاني للتركيز، ان احنا يا جماعه نركز في الملعب بس. وعشان كده شفنا مباراه منغلقه جدا. ده لا يمنع ان برايتون قدم مباراه جيده، وان تشيلسي كان اوت اوف جيم اغلب الوقت. موسم مونت كان موجود مكان كوفيتيتش، عشان كوفيتيتش مصاب وموجود على اطراف ريس جيمس وماركوس الونسو، بس ما شفناش حاجه قدمها تشيلسي النهارده. واحده مباراه الممله اللي تشيلسي بيقدمها، حتى التغييرات بتاعتك، كالم هودسون اودوي وتنزل تيمو فيرنر وتحطه مهاجم، وتنزل كمان اوليفي جيرو وتلعب 4-4-2 وتلعب عرضيات، كان خلاص الماتش خلص. حتى بعد طرد بين وايت خلاص الراجل اتطرد في الدقيقه 90، فالماتش كان طبيعي ان هو يخلص 0-0 باداء نوعا ما تحس ان هو سيء لتشيلسي. بس هرجع في الاخر واقول لك اللعيبه معذوره على المباراه اللي قدمتها دي. صعب انك تكون في ظل كل الضغوط وظل كل الاحداث اللي بره الملعب دي انك تركز في 90 دقيقه جوه الملعب على تفاصيلها وانك لازم تكسب. فانا ما اقدرش اتكلم على توماس توخيل اي حاجه ولا انتقد الراجل في اي حاجه عملها النهارده، ولا اقدر انتقد اللعيبه بتاعه تشيلسي النهارده. كل اللي انا اقدر اعمله ان انا احترم جراهام بوتر واقول له الف مبروك على النقطه اللي بتقربك من ان انت تستمر في الدوري الانجليزي السنه الجايه. قلت لك انا ما ينفعش اتكلم في تحليل المباراه اساسا كل الاطراف اللي فيها كانوا مركزين بره الماتش. انت فاهم القصه يا صديقي؟ احنا نفسنا مركزين بره الماتش اكتر من جوه الماتش. احنا نفسنا كل شويه عمالين نعمل ريفريش نشوف الاخبار بتاع دوري السوبر الاوروبي الدنيا بالنسبه له عامله ازاي. فانت مستكتر على لعيبه تشيلسي ان هم يكونوا بره الجيم تماما؟ انت راجل مفتري مع احترامي ليك. ما انك مفتري بقى اكيد مش تعمل لايك ولا هتعمل سبسكرايب. كل اللي انا عايز اقوله براحتك يا صديقي، شرفتنا على الوقت اللي قضيته معانا ده.